السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الجديد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي الصفحة 19، دونك مع تتمة ديال القياس سعة التخزين الرقمي وقياس الأطوال والكتل والمساحات. دونك التخزين الرقمي ميزير دو كاباسيتي دو ستوكاج نيميريك، يعني داكشي كيتعلق كما قلنا في الفيديو السابق باليو اس بي والهاتف إلى آخره، سي دي دي في دي. دونك تمرين 11، قامت شاحنة بأربع رحلات لنقل كمية من البضائع كتلتها 19 طن فاصلة 13. يبين الجدول التالي كتلة الشاحنة وهي محملة بالبضائع في كل رحلة. إذا هاد 19 طن فاصلة 13 هذه ديال البضائع، من البضائع كتلتها. هنا الرحلة الأولى 9 طن فاصلة 2، الثانية، الثالثة، الرابعة. احسب قياس كتلة الشاحنة وهي فارغة. إذا لبغينا الشاحنة فارغة غادي نجمعوا هاد الكتل هادو ديال الرحلات الأربعة، نطرحوا منهم البضاعة تبقى لي الشاحنة فارغة فقط. اذا كتله الشاحنه وهي فارغه، اول حاجه نجمع بعد هادو، لاحظ انهم نفس الوحده، دونك ما عديلاش نحول. اذا 9.35 زائد 9.32، 9.26، 9.2. اذا نجمع الوحدات تحت الوحدات، ها هي، ثم 9.26 ثم 9.2. هنا ما عندوش اجزاء من 100، يمكن لي ندير صفر. إذا 5 و2 7 13، أحتفظ، 3 6 18 11، الفاصلة ما ننساهاش، 9 1 2 3، 4 4 39 1 37. دونك 37.13 طن، لأن جمعت كل شيء بالطن. الآن كتلة الشاحنة وهي فارغة، هذا المجموع اللي فيه بضاعة وشاحنة بجوج غنقص منه البضاعة. إذا 37.13 نقص منها البضاعة اللي هي 19.13، إذا 0 0، 17 ناقص 9 8، 3 ناقص 2 1، إذا 18 طن. إذا هذه هي ديال الشاحنة. مزيان، دابا السؤال الثاني، احسب قياس كتلة البضائع التي حملت الشاحنة في كل رحلة. كل رحلة بحدها شحال ديال البضاعة. إذا نبداو بكتلة البضاعة في الرحلة الأولى، إذا الرحلة الأولى كنعرفوا بان كتلة الشاحنة وهي فارغة 18 طن، والرحلة الاولى كانت فيها 9.2 طن. يمكن هنا قبل ما نحسبوا البضاعة في الرحلة الاولى، ف 18 طن هذه راه ديال اربع رحلات. اذا هنايا ركزوا على اربع رحلات، اذا 18 خصنا نقسموها على 4، دونك 18 نقسموها على 4 فيها 4 4 4 16، الباقي 2. يمكن لي ننزل واحد ندير فاصلة 0 وندير فاصلة، دونك 20 فيها 5 5 في 4 20، والباقي 0. إذا 4.4 طن فاصلة 5، هذه هي كتلة الشاحنة فارغة. إذا كتلة البضاعة في الرحلة الأولى، الرحلة الأولى كانت فيها 9.2 طن، غنقص منها 4.5 ديال الشاحنة وهي فارغة، باش تبقى لي غير البضاعة، كتلة البضاعة فقط. إذا 9.2 ناقص 4.5، 12 ناقص 5 7، 9 ناقص 5 4، إذا 4.4 طن فاصلة 7. بالنسبة للرحلة الثانية نفس الشيء، 9.26 نقص من الشاحنة وهي فارغة. إذا 9.26 ناقص 4.5 أو 50، إذا هنا 6، 12 ناقص 5 7، 9 ناقص 5 4، إذا 4.76. بالنسبة للرحلة الثالثة 9.32 ناقص الشاحنة وهي فارغة. إذا 9.32 ناقص 4.5 أو 50، إذا 2 13 ناقص 5 8، 9 ناقص 5 4، إذا 4.82. بالنسبة للرحلة الرابعة 9.35 ناقص الشاحنة وهي فارغة. إذا 9.35 ناقص 4.50، 5 13 ناقص 5 8، 9 ناقص 5 4، إذا 4.5 و 8. جيد، نمشيو للتمرين رقم 12، دونك ارتب قياسات ساعة تخزين المعلومات من الأصغر إلى الأكبر. دونك إلا بغينا نرتبوهم خصنا نحولهم نفس الوحدة. إذا كما شفنا في الفيديو السابق، فقلنا نديرو جدول تيرا أوكتي، جيجا أوكتي، ميجا أوكتي، كيلو أوكتي، أوكتي بايت. هنا من كل وحدة كنديرو فيها ثلاثة الخانات، ومن الأوكتي البايت راه كنضربو في 8. إذا عندنا 5 جيجا في الوحدات، لأن وحدات عشرات مئات. إذا 5 جيجا رقم الوحدات، 0 في الكيلو هنا في الوحدات، 10 كيلو أوكتي. هنا 0 في الميجا أوكتي، نجي لهنايا 10000 ميجا أوكتي. ثم هنا 0 تيرا أوكتي،
هنا في الوحدات ديال الطيرا اوكتي، ثلاثة الأصفار واحد، ثم أم مليون أوكتي، نكتب مليون في الأوكتي. إذا نجي للأوكتي، ها هو الوحدة ديالو، ها ثلاثة الأصفار، الوحدات البسيطة ديال الآلاف الملايين، مليون أوكتي. دابا غادي نحولهم لنفس الوحدة باش نقدروا نجاوبوا على السؤال ونرتبوا القياسات. إذا هنا نقدر نشوف آخر صفر هو هذا، دونك نحول كل شيء للكيلو أوكتي. إذا هادو نحذف الأصفار، هذه نكملها بالأصفار حتى الكيلو أوكتي، هذه 10 كيلو أوكتي، هذه نضيف الأصفار، هذه نضيف الأصفار باش كلشي يولي في نفس الوحدة، حيت باش ترتبو ديما غتحولو لنفس الوحدة. أنا اختاريت الكيلو أوكتي، يمكن تختار الأوكتي مثلا. إذا أرتب قياس ساعة تخزين المعلومات من الأصغر. إذا الأصغر هادو باش ميتلفوناش زايدين، نحيدوهم مزيان. إذا هنايا أصغر وحدة، لاحظوا هنا عندي 5 ملايين، هنا 10، هنا 10 ملايين، هنا 100 ألف، وهنايا 1000. إذا الأصغر هو 10، إذا 10 بمعنى 10 كيلو أوكتي. إذا نكتب 10 كيلو أوكتي هكذا هو الأصغر. جيد، دونك هذه مشات. من بعد غتجي 1000، لأن 1000 هو صغر ولي تابع 10، بمعنى شحال كان في الأصل؟ مليون أوكتي. إذا مليون، أم مليون أوكتي، مليون أوكتي. ثم بعد ذلك من بعد الآلف اش غادي يجي؟ دونك هذه صافي تيحيدناها، بقات هنا 5 ملايين، هنا عندنا 13 ملايين، وهنايا 100 ألف. إذا غادي تجي 100 ألف، هاد الأصفار أنا اللي زدتهم. إذا واحد شحال كان في الأصل؟ كان 0.0001، ثلاثة الأصفار، من بعد غادي يجي بقات عندي 5 ملايين، وبقات عندي 10 ملايين، إذن 5 ملايين بمعنى 5 جيجا أوكتي، 5 جيجا أوكتي. وأخيرا هاد الأصفار أنا زدتهم، إذن كان 10 آلاف ميجا أوكتي، اللي هي هذه 10 آلاف ميجا أوكتي. إذن هذا هو الترتيب النهائي. جيد، نمشيو للتمرين 13. دونك عرض فلاح ضيعة فلاحية للبيع بثمن 350 ألف درهم للهكتار الواحد. إذا هذا للهكتار الواحد. إذا علمنا أن قياس مساحة الضيعة هي 5 هكتار، 6 آر، 85 سنتي آر، وأن الفلاح توصل بثلاث عروض لشراء الضيعة. إذا صاحب العرض الأول اقترح عليه باش يشري من عنده ب 30 درهم للسنتي آر الواحد، الثاني اقترح عليه يعطيه 1,500,000 درهم كثمن إجمالي، والعرض الثالث اقترح عليه باش يشري من عنده ب 3,039 درهم للآر الواحد. ما العرض الاكثر ربحا؟ اذا احنا باش نعرفوا العرض الاكثر ربحا نحسبوا كل عرض شحال فيه الثمن. من طبيعه الحال العرض الثاني الثمن معروف هو 1,500,000 درهم، نحسبوا العرض الاول والثاني. اذا بالنسبه للعرض الاول 30 درهم للسنتي ار، اول حاجه نحولوا هذه للسنتي ار. اذا عندنا 5 هكتار، في هذه الحاله هذه غنحتاجوا الجدول ديال التحويل اللي هو ديال المساحه هذا. اذا عندي 5 هكتار و6 ار و 85 سنتي آر، 5 هكتار في الوحدات و 6 آر في الوحدات. إذا شحال فيها من سنتي آر؟ فيها 50,685. إذا بالنسبة للعرض الأول، صاحب العرض الأول، إذا المساحة لقينا هي 50,685 سنتي آر. إذا 50,685 سنتي آر غنضربوها في 300 درهم، لأن علاش؟ قال لي 300 درهم 30 درهم للسنتي آر. إذا 30 درهم. جيد، إذا عندي هنايا هاد الصفر هذا نكتبو هنايا، ونضرب 3 في 5 15، غنديرو هنا باش ما نتلفوش. إذا الصفر تا لاخر ونزيدو 3 في 5 15، 3 في 8 24 25، 3 في 6 18 20، 3 في 0 0 والاحتفاظ، 3 في 5 15، ومن بعد نزيد هاد الصفر هذا. إذا 5 5 0 2 5 درهم، إذا 1,520,550 درهم. من العرض الثاني، العرض الثاني اختار عليه 1,500,000. إذا هنا العرض الأول أحسن من العرض الثاني. بعد العرض الثالث اقترح 3039 للآر الواحد. إذا للآر الواحد ما معناه؟ معناه نحولو للآر.
اذا غنديو الار ونديرو فاصله، اذا 506.85، 506.85 ار ضرب 3039 للار، 3039 ونعرفوا الثمن. اذا 506.85 نضربوها في 3039 للار الواحد. اذا 9 في 5 45، 9 في 8 72 76، 9 في 6 54 61، 9 في 0 0 الاحتفال، 9 في 5 45، 3 في 5 15، 3 في 8 24 25، 3 في 6 18 20، 3 في 0 0 الاحتفال، 3 في 5 15. نقطة ثانية، الصفر كنديروا عليه نقطة إضافية، 3 راه هو هاد 3 غنعاودوها هادو، دونك 5 5 0 2 5 1 5 11 5 6 7 11 5 10 12 5 9 10 2 3 4 5 1. عندي 2 كندير 2، إذا شحال لقيت؟ 1 2 3 1 2 3، إذا 1,540,217 درهم فاصلة 15. إذا لاحظوا العرض الأول 1,520,000، إذا رتبوهم باش من الأكبر للأصغر، إذا هذا في الملايين 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 بحال بحال، 520 500 540، إذا 540 هو الأكبر. مئتان وسبعة عشر فاصلة خمسة عشر أكبر من 540، 520 هذا هو الثاني، والأصغر هو هذا. إذا العرض الأكبر هو، إذا العرض الأكثر ربحا هو العرض الثالث، يعني هذا هو الأكبر، إذا هذا هو الأكثر ربحا. جيد، نمشيو للتمرين الموالي اللي هو 14، أعبر على القياسات التالية بالمتر مربع. إذا هنا غنحتاجو الجدول ديال التحويل ديال المتر مربع اللي هو هذا ديال المساحة، ونحولو. دونك 5 كيلومتر، غنوضعو 5 في الكيلومتر مربع، 5 في الكيلومتر مربع، حنا ديما غنعبرو عليها بالمتر مربع. إذا غنديرو أصفار حتى نوصل للمتر مربع، إذا 1 2 3، 1 2 3، إذا 5 ملايين متر مربع. هنا 27 لأن هاد المساحات هما هادو، دونك هنا 7 في ديسيمتر مربع، غنجي لديسيمتر مربع ندير 27 ديسيمتر مربع، نوصلها بالأصفار وندير فاصلة في المتر مربع، دونك 0.27 متر مربع. هنا 5 في المليمتر مربع، نجي للمليمتر مربع هنا، و 15 مليمتر مربع. بغيت المتر مربع نوصلها بالأصفار حتى المتر مربع وندير فيه فاصلة، دونك 0.4 × 15 متر مربع. هنا 8 في السنتيمتر مربع، نجي للسنتيمتر مربع ندير 18 سنتيمتر مربع، نوصلها بالأصفار حتى نتقاعد مع المتر مربع ندير فيه فاصلة. ديما الفاصلة في الوحدة اللي غتحولوا ليها. هنا 13 ار، يعني 3 في الار، غنجي للار وندير 13 ار فاصلة 5، اذا 13 ار فاصلة 5، 13 ار فاصلة 5، نحولها للمتر مربع نوصلها للمتر مربع. ديما حولوا للوحدات ماشي للعشرات، دونك غنزيد صفر، 1350 متر مربع. هنا 4 في السنتي ار، غنجي للسنتي ار وندير 4 وواحد حداها، 14 سنتي ار، متر مربع راه هي سنتي ار، دونك غتبقى نفسها. ثم هنا واحد في الهكتار، ها هو واحد في الهكتار، 51، 51 هكتار، نوصلها للمتر مربع اللي هو هذا، ونتحبس بالفاصلة بلا ما ندير، لأن إلا جات هي الأخرى ما ديروهاش. دونك 510,000، 510,000 متر مربع. إذا هذا هو التحويل. جيد، نمشيو دابا للتمرين 15. دائما مع الجديد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي صفحة 19، ولاحظوا الجدول وأجيبوا عن الأسئلة. دونك عندي هنا ماء الصنبور، هنا ماء عذب،
يعني عذوبة الماء الكمية القصوية المسموحة بها، القصوية يعني ما تفوتهاش. إذا العناصر عندنا الكلوريد في الصنبور، ماء الصنبور في كل لتر كنلقاو 2 ديسيغرام فاصلة 2 في المسموح بها القصوية، ما خصناش تفوتو 235. فعلا هنا ما فتناش 235 لأن غنحولو غنلقاو أقل. بالنسبة للكبريتات 12 سنتيغرام فاصلة 8، هنا المسموح بها 2 ميليغرام، يعني هذه كثيرة. إذا هذا ماء الصنبور ليس بعذب لأن فيه الكبريتات أكثر من الكمية المسموح بها. ما العنصر الموجود بكثرة في ماء الصنبور؟ دونك لبغينا العنصر الموجود بكثرة غنحولو هذا ديال الصنبور هادو نحولو من نفس الوحدة ونشوفو شكون هو اللي أكثر. إذا عندنا 2 ديسيغرام فاصلة 2، إذا هذا في الديسيغرام وهذا في السنتي جرام، أو نقدرو نزيدو كاع الميليغرام. إذا ديسيغرام سنتي جرام وزدت صفر ديال الميليغرام، هذا في السنتي جرام، هذا في السنتي جرام، وهذا في الميليغرام. هذا تحويل ذهني، هذا نخلوه في الميليغرام. إذا شكون هو الأكثر؟ العنصر الموجود بكثرة 220، 128، 16. إذا 220 بمعنى الكلوريد. إذا العنصر الموجود بكثرة في ماء الصنبور هو كلوريد أو الكلوريغ بالفرنسية، كلوريغ هو الكلوريد. إذا علاش هنا غادي نرتبو؟ غادي نديرو 220 ميليغرام أكبر من 128 ميليغرام أكبر من 16 ميليغرام فاصلة 7. ثم السؤال الثاني، هل الماء الذي ينساب من هذا الصنبور عذب؟ لا، لان علاش قلنا هنايا شحال لقينا؟ 128 ميليغرام هو المسموح بها، غير 2 ميليغرام يعني كثير بزاف، اذا ليس بعذب. اذا الماء الموجود في الصنبور ليس عذبا لان الكبريتات توجد اكثر من الكميه المسموح بها، أكثر من الكمية المسموح بها. وهنا بغيتو تقارنو غديرو 12 سنتيغرام فاصلة 8 أكبر من اللي بغينا نحولوه هنايا، هذا في الميليغرام، نزيدو صفر ديال السنتيغرام، دونك 0.25 سنتيغرام. السؤال الموالي، بالنسبة لكل عنصر احسب بكم يزيد او ينقص ما يحتوي عليه ماء الصنبور والكمية المسموح بها، واعبر عنه بالسنتيغرام. دونك نخدمو بالسنتيغرام. اذا نبداو بالكلوريد، الكلوريد هنا 2.2 وهنا 235، دونك نحولو نفس الوحدة ونديرو عملية طرح. اذا بالنسبة للكلوريد ينقص ب ونديرو التحويل، بغينا بالسنتيغرام. اذا هذا في الديسيغرام سنتيغرام، دونك 22، وهذا 23، اذا 23.5 سنتيغرام ناقص. اذا كنديرو تحويل ذهني، هذا في ميليغرام، هذا في سنتيغرام، 23 سنتيغرام فاصله 5، هذا في الديسيغرام، هذا في السنتيغرام، 22 سنتيغرام. دونك 23 ناقص 22 هي 1.5. بالنسبه للكبريتات، الكبريتات راه كيزيد هذا اكثر، اذا هنا 12.8 سنتيغرام ناقص، هنا نزيدو الصفر لان هذا الميليغرام، صفر ديال سنتيغرام، دونك 0.25. إذا 12.8 ناقص 0.25، هنا يمكن نزيدو الأصفار. إذا 10 ناقص 5 5، 8 ناقص 3 5، 2 1، إذا 12.55. بالنسبة للنترات، عندنا هنا 5 سنتيغرام، وهنايا هذا في الميليغرام، وهذا في السنتيغرام، 1.67، دونك 5.1 ناقص 1.67 سنتيغرام بطبيعة الحال. دونك 5 نقص منها 1.67، هنا فاصلة صفرين. إذا 10 ناقص 7 3، 10 ناقص 7 3 و 3، إذا 3.33 سنتيغرام. إذا الكلور ينقص، الكبريتات يزيد زيد، والنترات ينقص ناقص، إذا ليس بماء عذب. جيد، نمشيو لليكزارسيس 16. دونك فواسي لو كونتوني دي دوسيي ما ريشيرش دو ريتا. دونك هذا في البيسي، خزنا هادشي في البيسي. هنا الى شفتو عندنا فراكسيون وعندنا انيمو، كل وحده شحال الكميه ديالها بالميغا بالاوكتي بالكيلو اوكتي الى اخره. دونك جو كومبليت لو طابلو سويفون بار لو نو لو تيب اي لا تاي دي فيشي كونتوني دون لو دوسيي ما ريشيرش دو ريتا. اذا لو نو دي فيشي عندنا مثلا فراكسيون، غنجيو نقلبوها هي فراكسيون. سون تيب دارونا تكست لان هذا دوكيمون وورد، يعني تكست كتبه. سا تاي هي مكتوبه 766 كيلو
اوكي، اذا نفس الشيء غنديرو حنايا، غنديرو لهذا الصون. فين هو الصون؟ الصون هو الموسيقى، ها هي الصون. دونك صون شونسون. في 4.7 هي هنا ايماج جيف، ها هي ايماج جيف دونك انيمو. اذا غنديرو هنا انيمو ايماج جيف فيها 3.1 ميجا. اوكي هنا بلونت، غنجيو للبلونت هاهي ايماج جي بي او جي فيها 390 كيلو. اوكي لي زيماج كيكونو خفاف. هنا فيديو، ها هو كليب فيديو فيها 10 ميجا. اوكي فاصله 2. تري بيان، نمشيو دابا للاخر اخر تمرين 17. جوبسيرف لي دو بالونس، بالونس هو الميزان، اي جو تروف لو نومبر دورونج بوغ ايكيليبري ان مولون. اذا هنايا بغينا ان مولون شحال من اورونج، كومبيان دورونج، شحال من اورونج نديرو هنايا باش نعبرو ان مولون. قضيه ساهله، عندنا هنايا هاد الدلاعه فيها هنا جوجات، كل وحده دلاعه وحده كتساوي 3 مولون، 3 و اورونج وحده. اذا هادي هاد الدلاعة نحطو بلاصتها هاد 3 اورونج، يعني هنايا 3 هنا 3 وهنا 3 و اورونج وحدة. نضرب الاحمر بالشباك، هاهي اورونجة، و بلاصتها هادي تا هي غنديرو 3 وحدة مع جوج مع 3 و اورونج. مزيان، دونك عندي هنايا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. غادي نحيدو هاد الخمسة مع هاد الخمسة، و غنحيدو دو زورونج، جوج ليمونات مع دو زورونج. إذا هنايا بقات ليا وحدة، ها هي داكشي اللي بغيت. وهنايا شحال بقى ليا؟ 1 2 3 4 5. إذا وحدة مع 5 اورونج. تري بيان، دونك هنايا كملنا صفحة 19 من الجديد في رياضيات المستوى السادس ابتدائي، قياس ساعة التخزين الرقمي وقياس الأطوال والكتل والمساحات. شكرا.